دكتورنا الكريم، ماذا تعني كلمة الرزق؟ خلافا لما يتوهم العامة أن الرزق هو المال، رزق أوسع من المال بكثير. نعم. الدليل الأقوى في هذا قال تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فالتصديق رزق. سبحان الله. أن تحب الله رزق، أن تختار زوجة صالحة رزق، أن يأتيك أولاد صالحون رزق، أن يكون لك سمعة طيبة رزق، أن تكون الصحة جيدة رزق، لك دخل بكفي نفقاتك رزق. أنواع الأرزاق لا تعد ولا تحصى، بدءا من السمعة الطيبة رزق. نعم. بدءا من المال رزق، الزوجة الصالحة رزق. جميل، الله يفتح لك. النجاح في تربية الأولاد رزق كبير، عندك ولد صالح يخدمك ويجلك ويسعى لإرضائك، هذا رزق كبير. النقطة الدقيقة والمحيرة أن الله تكفل لنا بالرزق، ينبغي ألا نهتم له وطلب منا العمل. فالواقع مؤلم جدا، الذي تكفل الله به نجهد من أجله وقد يعصي بعض الناس ربه من أجله. فالبطولة أن تطمئن للرزق وأن تسعى لما كلفت به من الله. فنحن علة وجودنا في الدنيا الوحيدة العمل الصالح. الدليل: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، معناها علة وجود الوحيد العمل الصالح. ما في دعاء ربي ارجعوني لأكمل بناء بيتي، لأشتري مركبة، ما بوردي إطلاقا. هلأ الشيء الثاني الأدق أن حجم الإنسان عند الله بحجم عمله الصالح، ولكل درجات مما عملوا. الكلام الدقيق الآن: الحظوظ من وسامة إلى ذكاء إلى غنى إلى حكمة إلى إلى إلى، موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء. فالغني مبتلى بالمال والفقير مبتلى بالفقر، والقوي مبتلى بالقوة. لكن الأرزاق والأعمار بيد الله. نعم. حتى الإنسان ما يستعبد إنسان آخر، يلي خلق الإنسان تكفل له برزقه، واللي خلق الإنسان تكفل له بصحته. طيب، الغرب دكتور ذكرت أنه أله هذه الأسباب ونسي الله عز وجل، مع ذلك رزق. يعني الغرب اليوم يعيش برفاهية مالية، يعيش برغد. هذا كلام اقتصادي. دقيق جدا جدا جدا، كلمة دقيقة جدا، أنه الله بيعطي الصحة لمن يحب ولمن لا يحب، أما رضاؤه لمن يحب فقط. فإذا واحد طلب الرزق الله بيعطيه رزقه، بس يترى شكروا عليه، خرق النعمة للمنعم، بقي عند النعمة، هون المشكلة. في غير المؤمن يبقى عند الرزق، يستمتع بالحياة دون أن ينتقل منها إلى المنعم الله عز وجل. يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب، ولكنه لا يعطي السكينة إلا لمن يحب. الصحة غير السكينة، المال غير السكينة. السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء،